السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم التقانا عن ماضينا وحاضرنا، فسؤالنا اليوم يعني جوابنا اليوم عن ماضينا، يعني كيف سوينا وشو اشتغلنا وشو عملت الحرمة وشو سوت في بيتها. يعني كانت الحرمة كانت في الماضي يعني عملها في بيتها، ما عنده كانت عمل، فمن تصبح الصبح سوت الريوق، غدت، ريقت عياله، حطت ريوقه، صارت عند يرانم يعني كل من وحده مسويه اكله، يعني الريوقه الصبح، فكل وحده جايبه شيء وتحت ولا مظله ولا منامه ولا دفعه عريش، فتيامعوا وكلوا الين وقت ما قلتي وقت الطبيخ، اللي عنده شغله مثل بتسف، مثل بت عنده خياطه، حد بتضرب التلي، يعني هاي كانت شغلاتهم، حد بس تسوي يعني مشب، هاي شغلاتهم كانت الاوليين. يوم نحن يهال يعني نحن يعني ما شيء شغل، ما شيء شيء، الا كان بيامرون علينا بنصير مكان، وغالبيا نحن كل في المطوع الصبح والمساء، تقرينا الله يرحمه حياه مطوع عشان الله يرحمه ويغفر له. ففتره العصر هاي يوم الحين قبل الغروب بشويه دارينا نلعب، ما قلتي هذا زمن اول يعني كان عيشه، حد يلعب الصقلة، حد يلعب الحبل، حد في الليل يوم عدي عقب صلاة المغرب عظيم لاح، هذا فترة من عقب العصر، هذا فترة الظهر نلعب القحيف، نلعب الحبل، فنلعب الدسيس، هاي فتراتنا، فهذا كان وله يعني حب يعني في اللعبة، هاي كانت حبنا على اللعبة يعني كانت الأولية. كان العرس اول يوم يوميون بيخطبون البنيه، البنيه متخبيه داخل البيت ما تشوفونه، ما في نظره ولا في يعني اني بشوفه وبيشوفني، لا يو على وكل الله زين ما بشينا، دخلوا قبل الريايل ورمسوا ابوها وقال لهم ان شاء الله خليون الحريم بيت ياوزون وشو اللي بيتكلمون، يو عقب بعد المره الثالثه يو الريايل وانقصوا تياوزوا بالمهر، تياوزوا وشو عاد المهر 500 ولا 200 ولا 100 وذهبات شيء بسيطة، نحن يوم على أيامنا 5 طولات ذهب و5000 درهم يوم على أيامنا، نحن أيام الأوليين مساكين، يونية عيش، يونية طحين، إيراب تمر، يعني هذا كان الأوليين، يعني ما عندهم مساعي زيادة يعني، أما الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. فحينه في ماضي هذاك ماضينا، فالحين في حاضرنا النعمة، الله ينعم على إن شاء الله شيوخنا ويطول عمارهم يا ربي، ويرحم روح أبو خليفة اللي هو أسس الاتحاد وأسس التراث، والشيخ سلطان طول الله بعمره وحكام الإمارات وأولياء العهود اللي هم الحمد لله نشوا في هذا يعني هذه الشغلة، اللي نشوا في يعني شغلات الشعب، يعني يبون العيال الأوليين، العيال حين يتعلمون تراث الأوليين. كم كان عمري؟ يمكن عمري 13 سنة 12 سنة، يعني كان يوم أعلنوا 1971، بعدني أنا ما تزوجت، فكانوا ارتفع العلم في جميرة يوم يرفعون العلم، أحمد خليفة السويدي كان وزير الخارجية، أفتكر يعني أنا يمكن أني أعرف ولا ما أعرف كذي يعني، فهو كان اللي أنا حيدة، والله يرحمه حياة راشد بن سعيد والشيخ الله يرحمه زايد اللي هو مؤسس الدولة، فهم هذول اللي كانوا يعني توهم بعدهم في الرئاسة وفي الوزراء وفي هذا، فارتفع العلم في جميلة. فرحنا الحمد لله، بتتغير الحياة غير الحياة الأولية، والعيش الحمد لله الأولية اللي هي كانت عيش الحمد لله، لكن العيش اللي يتناحين نحمد الله ونشكره ويطول عمارهم إن شاء الله ويرحم روح اللي مات، الله يخليهم ويخلي إن شاء الله عيالهم يا رب العالمين. الحمد لله عقب الاتحاد اتطوروا واستوت الوزارات، استوت وزارة التربية، استوت الشؤون الاجتماعية، استوت يعني المستشفيات،
يعني الحمد لله الحمد لله تدريجيا سنه شهر شهر ولا سنه سنه تتطور الحياه الحمد لله في الامارات وتتدرج مثل يوم تركب الدري دري الاولي والثاني والثالث والحمد لله الحين نحن صرنا الين القمه اللهم لك الحمد والشكر صرنا الين الفضاء الحمد لله يعني بالعلم والاختصاص وفكره الحكام الحمد لله اللي هم اللي اسسوا المجتمع. والله اللي هو كان على البحر حطوهم في الثروه السمكيه يعني كانوا يشتغلون اسسوا لهم القراقير وسووا لهم اعمال الياخ يعني ما خلوهم يعني في حاجه انزين واللي هم اللي هو شويه قاري القران وكذا دخلوهم المدارس يعني علموهم فراريش علموهم مراسلين وهم العيال يعني الطلبه استوت تدريجيا الجامعات والتقنيات والكليات وما شاء الله عليهم ودخلوا ما شاء الله المناهج وتخصصوا اللي هو المدرس اللي هو الطبيب اللي هو المعيد في الجامعات والحمد لله واستوت الحمد لله الكليات عندنا وتدرجوا يعني الحمد لله الحين دولتنا الحمد لله رب العالمين علمت أجيال 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 واللي هي الداخلية يعني الشرطة الحمد لله يوم كانوا يعني عسكريين الحين ما شاء الله عليهم ساروا ضباط وعقداء ورواد يعني لين هالدرجة يعني الحمد لله من الوزارات مؤسسات يعني اللي تأسست في الوزارة يعني في الحكومة يعني الاتحادية هذا الجيل اللي الحين نحن نعيشه حاضرنا ما نخليهم ينسون جيلنا الماضي فلازم من عقبنا نحن لازم هم يحضرون هذا ماضينا يعني فننصحهم ونعلمهم ما ينسون هذه يعني الماضي اللي استوى من شغلات ربات البيوت ومن ابوتنا يعني وين كانوا متغربين في الغربه وكانت عيشتهم يعني صعبه فننصح العيال حينه لازم يحيون ماضينا يعني فهذا مجتمع ما ينسى لا في ماضينا ولا في حاضرنا ان شاء الله ان يكون ان شاء الله انهم في المستقبل ان شاء الله ان يحيون ماضينا.